مسار الصيف بنرحب بيك المولد طبعا منوره الدوره 71 عزيز على قلبك مهرجان الكسانيس عزيز على قلبي جدا انا كنت لسه بقول لهم سوري حبيبتي انا كنت لسه بقول لهم انا مبسوطه بالمركز الكاثوليكي ومبسوطه بحرصه الدائم على يعني مهرجان السينما او ضم الافلام الكتير اللي بيعرضها فيه. مهرجان قديم جدا جدا تقريبا من اقدم المهرجانات شايفه 1960 حاجه كده يعني دوره 71 ما شاء الله يعني. ودي مش اول مره اجي المركز الكاثوليكي انا كرمت قبل كده من قبل المركز الكاثوليكي لما كنت عامله مسلسل ام كلثوم زمان وانا طفله والدنيا جيت هنا والدنيا دبدوب كده ولسه عندي الدبدوب ده. فانا مبسوطه جدا بالمركز ومبسوطه ان هو كمان بينتقي نوعيه الافلام اللي بيختارها في كل دوره.